من مساء ردت اسوي تسريحه قال لي لا مو حلو راح قال لي لا مو حلو شعرك نازل عليك قلت له يا ربني جاي سويت تسريحه قال لي ايه هسه والله عليها 10 درجات كلش عاجبتني وكلش تخضلين لا والحلوة بيتش بكل شيء مستورة الله أدر بخالقة شم بدي فوق الطين فلك هلقد تخبل والله زهورة شلة زهورة؟ هاي فطومة زنوبة قدورة ألا ألا فطومة هاي الفطومة أوف زهورة دايركت مالتي بصورة عامة يعني عبالك انقلب حساب جانتي مالتي السناب هذا الحساب كلش هواية سيلوني نفس هذا السؤال بس التمرين يعني كلش طبيعي عادي اكل كل شيء لانه انا جديد يعني على التمرين فاحتاج سعرات حرارية اكثر من اللازم بعد بالوقت الجاي ممكن يعني نخفض بس يعني مفيد بطاقة وبسعرات اكثر تفيد بصورة عامة تفيد اللي الهيكل مالتهم ضعيف في تمارينها فشكرا على سؤالاتكم الحلوة وانا احتاج هذا الشيء بصراحة يعني كلش احتاج ايش قد ما يعني ادخل سعرات هسه كله مفيد الي يعني هو ما بي اي ضرر راح اسوي لكم صدمة عمر راح اخليكم تقولون مستحيل يعني راح اخليكم تقولون معقولة ايش معقولة اسطوني فيها مجال كملنا جاري هسه خلصنا وبعد عندنا شنو تمارين الباقي احنا نتمرن احنا وياكم سوا اوكي يوم القاعة هدوء جمعة ومحد جاي احلى شيء يومي ازدحام نعاني هنا السالفة والله يا الله بما انه اليوم الرابع التوالي للجيم فبعدني مستمر بتمارين الحماء يعني صار لي 4 أيام بس حماء يعني اي كوس ما مستخدم اليوم عدي حماء عام شوفوا هذا ضغط ماكنة اللي هذا هو للحماء يمكن ادخل الكورس باكر اذا الله كتبوني وراك ماكو مطر مو مطر حتى يوم الجمعة حر اليوم عواصف اروح انت جب احنا في التمرين تحتار من صورك تحتار هي شو درايتك توكلنا بطل هذا التمرين الأخير اللي هو الصليب هذا السيف الأخير وناخذ وراها معدة وخلاص خلص
إذا ما يظل تحس بالمعد ذيك يعني ما جاي يشتغل صح. أنا مش شنو خبر 15 سنة ده. تم اكتمال التمرين بنجاح الحمد لله. لا 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 ضمن ضمن. وهاي وجبتي هسه خليها تعمل. شنو ابي هالوجبه؟ هاي روبيان زين تم بزين خضروات. عاشت ايدك. طبعا صار اربع ايام وجباتي الريوق والغداء والعشاء وبالليل يعني هاي النمنويات هم اخلي وجبات جاي اكل بس اكل صحي كله صحي اي مدخلات بروتين كرياتين يعني اي شيء اي شيء اي شيء بعدني ما مدخل لانه ان شاء الله راح استعد بعد تقريبا 10 ايام اخلص هاي 10 ايام كذا تمرين وبعدين ادخل المكملات الغذائيه لانه جديد اخاف اخاف ايش يصير يعني سواء انا راجع تمرين او راح استخدم هيك ما يعني مخلصها حليب موز ووايل مواد الصحية بالله أريد أستفاد من عندكم إن شاء الله يعني شنو تنصحوني بالبيئة شنو أسوي بما أنه كل شيء عندي متوفر موجود يعني يعني هاي الأشياء اللي طبخون بيها كيف شنو تردون عندي بس المشكلة ما أعرف أطبخ وخلي أسمعكم يعني اعطوني بالله نصائحكم التتبيلات مال الدجاج أو التتبيلات مال اللحم خل استوى من عندكم فكتبوا لي اللي تابعوني بالسناب كل مره خطيه اوعدهم اقول لهم لا هاي الرجعه للتمرين راح ملوا ملوا من قد ما وعدتهم بس الحمد لله والشكر اللي خلاني ارجع للتمرين اكو عمل يعني فمن شروط العمل انه لازم انت مجسم انتظروا مو هواي مجرد التزام.